في الصحب المصراتي بالكاف التأمت تظاهرة ثقافية تخليدا لذكرى الفنان الراحل محمد العربي الجلمامي. هذه لمسة وفاة تحت عنوان محمد العربي الجلمامي مبدع في الذاكرة. ما يعرفوش على محمد العربي الجلمامي كونه غنى جميع الأنماط الموسيقية، غنى المألوف، غنى التراث، غنى الطربي. محمد العربي جربته برشا وعرفته برشا وقت الجيل الفرقة المسرحية القارة بالكيف، وخدم معنا مسرحية عطشان يا صبايا وكان ممتاز. يغنيش اللي يجي، يغني في حوايج معناها ممتازة في الخليج، معناها أبدع في مسرحية عطشان يا صبايا. التظاهرة تضمنت معرضا وثائقيا يروي بعضا من مسيرات الفقيد الذي يعتبر أحد أبرز المبدعين في بلادنا، حيث كانت له عديد التجارب في المسرح والغناء، وعرف بالنهل من التراث الموسيقي والغناء الشعبي في الجهة وفي الشمال الغربي عموما. نقولوا محمد العربي الجلمامي، نقولوا النسبة الكافية، نقولوا الروح الكافية، نقولوا النكتة الكافية، نقولوا علاقته بالموسيقى وبالمسرح. كما انتظم بالمناسبة حفل فني شارك في إحيائه عدد من فناني الجهة الذين قدموا بعض إبداعات الفقيد.